مارهم بيطلع كلام سائل لسبب انه مجربين نحن مجربين الشعب السوداني عندكم كم ناشط راكز طلع مسكوه والناس سكتوا تخلوا ما كنتوا راكزين لما انت تكتب له يا راكز ما كانوا راكزين الناس انا اقول اختلف تماما مع محمد الناس اللي بتعبوهم وينهم طلعوا مشوا قدام النيابات قال لهم احنا دارين احمد الضيح وريته قالوا دارين حريه بتاع شوطين كذابين كلام ميديا وكلام جوتا والبقعه ده كله بموت والله ما دعيتوا تعبوا طردوا دفعهمكم عندكم اثباتات ذيس از مان وينو ايغونا قلب نقول لكم لما دخل السجن في ناس كانوا يقفوا قالوا ذيس از مان ده بجد كان ايغونا والله ما بنغلي حقنا كذابين بتغلوا حقكم كلامي ده هار بتغلوا حقكم لاي زول تقاتل براك انت دار تبقى في الدنيا ده بتقاتل مع شعب السودان والله بتقاتل براك لو ناشد لو غيره بتقاتل براك تثبت وجودك بتقاتل لكن ما في زول بقاتل معك نحن مجربين في المجتمع وعارفين المجتمع السوداني شنو لكن دايرين نصنع دولة جديدة بعد السلام الحصل في الجبهة ده دايرين سلام مع كل زول استسلم الرسول قال لما بغش للكفار لما استسلموا والله بقول لهم خلاص لكم على الأمان لما استسلم لكم الأمان لكن البشير بندقيته بجيني ما بيستسلم له ده الرسول انتم منو انتو نحنا والله انا كرهت نحنا ده اقسم بالله نحنا ده انا كرهت لما نسمع زول يقول نحنا اقسم بالله بداري وشي ذاته والله ما كرهته من الله قالك نقومنا نحنا ونحنا اسوأ مجتمع كنت تكرهوني لو بتعبوا الكلام ده اسوأ مجتمع انا قابلني في المعاملة مع اخو ما بعد اسوأ مجتمع السوداني كلام ده حار جدا انه اقل واحد بنجر لمكونه الزغاوي لو حصل حاجة ينجر لزغاوي الفوراوي لو حصل يجر لفور عربي شمالي اي واحد بنجر لاهله لكن ما بنجر لمصلحه الوطن اولا ولا بنجر لمصلحه الشعب السوداني الزول البسيط الغلبان اللي ما لاقى حاجه ده الدوله اللي انتوا تقولوه ده الدوله اللي بتلاقي واحد بفتي عنه ده اي واحد بيجي بفتي بكلامه بفتي بحدد بروحه بحدد بنفسه بشوف نفسه هو ماسك الباور شهادته 50,000 شهادته 60,000 شهادته 100,000 كلامك انت تقول ده بتفتح بقى فتنه للمجتمع وغداس ولا عندك بوصله تقول يمين يا شاب يمين بمشي يمين ولا شاب امشي شمال بمشي شمال ولا بمشي يمين ولا شمال انه انا بقول كلام براي وانت بقول براك لكن الكلام اللي هو صح هو اللي بمشي الكلام اللي هو بيخلينا نحن نصنع دوله بس انا بتكلم في اطار دوله اللي بيخلينا ما نصادم لا نصادم مع الجيش لا نصادم مع الشرطه لا نصادم مع اي مؤسسه اي زول افخخ بكل ادب واحترام بخش السجن ويبقى معارك أنه دولتنا جعانة دولة منهوكة يطلع زنون يحدد نشيل السلاح يطلع انصراف يحدد نشيل السلاح واحد فيهم راجل بيشيل السلاح ما في راجل ما قادر من الشرد منه مخلى السودان من الما قادر يواجه يقول لك نشيل السلاح بدل يقول يا شعب السوداني انت بمنبرك الأريض ده بدل تدعي الشعب السوداني ده لبوصلة حقيقية تقول لهم الناس لازم تتصالح والوطن ده لازم تطلع بالرامان عشان هو ما لقى وظيفة واحد عشان هو ما لقى وظيفة واحد عشان هو شاف مكونه الارخي طلع برا الموازنه واحد عشان شاف انه هو بجد عنده زول داري يجيبه في الوطن ده ولسه بكالك معه ما جاء ده كل المشاكل اللي بقلينا نحن قاعدين نرجع ونحن نقعد نشاهد ها محمد قال موسى قال عيسى قال ابو بكر قال اسحاق قال داسه وقاعدين لافين في الميديا كده لما نجي زولكم يطلع كلام بطلب لا كيف اسلاميين يا اخي انا كازان ده يا اخي الكازان ده انا كنت طالب 300 يا اخي والله ما بزول يتضرر من كازان ده خيرنا والله سواء كانوا ابناء دارفور ولا سواء كانوا ابناء شماليه ولا سواء كانوا ابناء جزيره ولا سواء كانوا جيراني في الحله ولا سواء كانوا جيراني في الحله بالاسم بنعرفهم بالاسم اسم ابو اسم جده درانا حرقوا لنا دكاكنا سجنوا اهلنا بنعرفهم بالاسم خايفين منهم والله ما خايفين لكن قلنا في وطن زول ده كان مستخدمينه ابيد المنازل ده مستخدمينه زول مجبور بجد مجبور والله مجبور بجد اقسم بالله مجبور بجد قال لي انت خايف من العداله مالك انا ما خايف من العداله تجيبه كيف العداله ده كيفي العداله ده كيف اي زول قالوا كوز بس تمسكوا تطبحوا اي زول قالوا تابع الاسلامي تبعدوا من المشهد السياسي اي كده يعني هو لا ما العداله ما كده العداله قوانين جلسات جيبوا دلائلكم اي زول مجرم جيبوا له افطافيه بلخ ساكتين مالكم مش تعرفوا بالهله كلكم مش تعرفوا ادارات الاهليه منو بتعرفوا الناس اللي بياكلوا سكركم والقتل اولادكم مش بتعرفهم قوموا ببلاغاتكم وبدك شوف العداله لو ما بدا قوم ببلاغك وامشي لمين قول له انا في زول كده من حله كده ده كده 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 امشي لحمتي امشي لغيره قوموا بالعداله تقوم البورين وينو البورين الناس بقول لهم ده حرامي منو البورين الناس انه ده دمر البلد منو انتم مش شعب السوداني قوموا امشي افتحوا بلاغاتكم لو ما حسبهم لكم بعد الدوله يكون في سلام يكون في برلمان بقى ما في امشي اقف قدام البرلمان اقف قدام البرلمان قولوا في كويس اسمه محمد عبد الله غاتر تقل
ونحن دارين يحاسبوه وانتوا عبيتوا تحاسبوه. قولوا معناته في وطن ما في عداله. البرلمان لو ما يتدخل وامر بالشرطه انه يقبض الزول ده والنيابه يتحرى في بلاغ محمد ده قول ما في عداله. انت عندك اثبات ثابت جيب اثباتك، لكن هسه انت ما عندك دوله. نحن نتكلم دايرين نبني لك برلمان، دايرين الناس تصبر تبني برلمان، تبني دوله، تبني مؤسسات. انت عندك مؤسسات هسه؟ اللي باخذ لك قرار بيطبق مع اسرائيل منو هسه؟ اللي بيطبق لك مع اسرائيل برهان على كيفه يطبق زي ما داير بمصالحه. همتي يطبق مع الزول الداير بمصالحه، مني يطبق مع الزول الداير بمصالحه، انه ما عندك مؤسسيه. انه انت ما عندك برلمان. ما عندك مجلس تشريعي. ما عندك شيء عشان عشان يكون ياخذ قرار لك انت. طيب انت من حسي بتقول كده ما بتصل للكلام ده، انه لا تصل لسلام عادل ولا تصل لمؤسسيه في الدوله، تمام، وبتنزلق بكره في النص، تمام، وهم اللي انتوا شايفينهم شايلين ده يتفقوا يحكموكم ويضمنوا فيكم. بقدر بجي بشيل العسكر ده من قام وقمنا في العالم ده كله، العسكر ده موجودين، الناس شايلين السلاح ده موجودين. مصر لفه لفه مسكوا عسكر، خيره لفه لفه، ما نحن اللي بنموت، الشعب السوداني هو اللي بدفع ثمن، الشعب السوداني هو بدفع الثمن، انه القوس قاعد بشغل الجيش، القوس بشغل الشرطه، انه القوس داير يكون باغي في الوطن ده، الاسلامي داير يكون باغي، اي حزب افقف في البلد داير يكون باغي، داير يكون موجود، هيشتغل معك انت تموت ولا تفوت، والله والله والله, والله تموت ولا تفوت، والله يرند لك حاجه، والله الناس اللي الليله الصادق المهدي الله يرحمه، الناس اللي ماشيين باب كله الصادق المهدي وبيسووا بيسووا ده، كان الصادق المهدي لو حي بعيش برضه، اقسم بالله وطن ينزلق وجزء من الناس ده يموتوا 2000 10000، لكن الصادق المهدي بيشوف مصلحته اولا شنو في الدوله القائمه الجديده ده، مصلحته اولا شنو في الدوله الجديده البيجي ده. مني لو حصل الكلام ده مني مهما كان ما بيشتغل بيك انت، بيشتغل ما خلاص انزلقت، بيشوف مصلحته لو ما الجيش عشان يتبع مع الجيش يكون باغي في السلطه، والله بيتبع مع الجيش بيكون باغي في السلطه وبغنىك بقوه السلاح. خدت الكلام ده في راسك، برهان بعمل الكلام ده، ده الناس الفوق ما في زي بيسلمك رقبته. لكن انت بالسياسه بدوله بتقدر تصل للكلام ده. بالسياسه بدوله بمؤسسيه بعد سنه بعد 5 سنين بعد 2 بتقدر تصل للكلام ده، والله زي ما رؤساء من 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 افريقيا حسبهم بعد 50 سنة في بريطانيا في امريكا في اوروبا، انت بتحاسب الناس زي كده. ده الفهم اللي انا بعرفه بابن جوه دول. لكن لما تيجي تقول لي يوغندا وبعدك تيجي تقول لي بلوا وسووا وانت صلحوك وانت سواك، لا 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 يا حبيبي، ده كده ما بنبني دوله، كده بتغلي محمد بيختلف مع فلان وايسى مع فلان وابكر مع فلان وموسى مع فلان، وانا بجيب مع قبيلتي وانت تجيب مع قبيلتك وبنسل نموت مع بعض. ده الكلام اللي انت دايره، دايرين توصلوا للكلام ده؟ والله يوصلونا، انا بعيد، انا برا، انا محمد برا، انت بقول لك انا جوا، انا برا السودان، انا برا السودان، بتتسبقوا الدقه ده انا بنسمع نطلع ندين، والله ندين اخواننا ماتوا. اخواننا ماتوا، خلاص ما عندنا شنو بيدنا نعمله؟ في حرب ناس بنزحوا زي ما الليله عصوبية قاعدين يقتلوا فيهم، وين المجتمع الدولي؟ وين حقوق الانسان؟ في عصوبية القريبة دي، عندكم انت في قدايرف امشوا شوفوا بينكم. وين حقوق الانسان؟ ده ابو احمد ده من الرئيس جايب البرلمان وعصوبية دولة واقفين ما وينه؟ ما كان يقولوا لا يا عصوبية ما تقتل الناس. انتوا ارقام يا شباب، انتوا ارقام، انتوا ارقام، مجرد ارقام والله العظيم. اقسم بالله مجرد ارقام، بيموتوا 500 في القياده، اسمائهم بس تتكتب ويتسطر وتجروا 100 سنه ما في زول بيجيبوا لكم. انه الناس ذي مع بعض مهما كان ما في زول بيسلم نفسه، خد الكلام ده في نفسك، انا ما عندي مشكله، انا اكبر كوس، منا اكبر كوس، همتي اكبر كوس، انا بتكلم باسم محمد. محمد ده شفني زي ما دار شفني، شفني كوس، شفني مندس، لو لقيتني انا داير مصلحه في الوطن ده لنفسي، فهمت علي؟ ها؟ والله لو لقيتني، لو لقيتني انا داير مصلحه لنفسي في الوطن ده، اقول له يا محمد انت كوز وكنت بتجر لنفسك مصلحتك. لكن الحمد لله انا اموري والله، والله الحمد لله ما في داعي اكلق نفسي، انا الحمد لله قادر اقول نفسي، قادر اكون بني ادم براي من غير بالدوله بتاعتك ده، قادر اكون لو لما كنت جوا برضو قدرت اكون بني ادم براي، اقدر اعيش حياتي انا الصغيره ده، بقدر ما بحتاج انه الدوله يديني حاجه، ما بحتاج انه الدوله يديني وظيفه عشان انا اكون باغي في الحياه، انه عندي اقل عندهم مخ بفكر في اي زمن في كل المهن، انا بعرف بدبر نفسي كيف انا كوس ما كوس، انا عندي صفحه بس ما عندي حاجه ثانيه. انت قالك عندنا شنو؟ انت قالك ناس ميديا ده احنا شنو؟ عندنا صفحتنا ده بس ما عندنا حاجه. الصفحه اللي قدامنا ده انت داير تسمع بتسمع، ما داير تسمع بتقول لي كوس، بتقول لي شيء، بتنها بتمتك في صفحتك وتنوم، ما بتغير شيء ولا انا بغير شيء. لكن كلامي بقوله لك ده عشان الناس تجي كوم داون، بس عشان الناس تجي كوم داون، تجي البريشر بتاعكم ده خطوه تحت، خطوا الكلام ده تحت، خطوا الكوره واتا كلكم كشعب السوداني، انه ابنوا كلكم اي واحد ما يذبح يا ابني، كيف انا ابني سلام؟ كيف انا ابني ويان بين نحن شعب السوداني عشان يكون ما في خلاف بين ازرق واحمر؟ كيف نحن نوقف الكلام ده؟
نبني على الكلام ده، ما نبني على انه ده جاو وده اسود وده، لا لا شباب ده ما ده كده بلقانا تاني بنفسي الفهم القديم. ها لفينا قومنا كيزان قوم كم حكومه شالوا لك، شالوا صادق المعدي، شالوا الكيزان، شالوا غيره. تغير فيك شيء؟ يتغير فيكم شيء؟ بنوا لكم بنيه تحتيه زي الناس؟ ها عندكم مستشفيات زي الناس؟ عندكم اكل زي الناس؟ يا حكومه عمل لكم شيء كده معجزه؟ ما بعمل لك الكلام ده، الكلام ده بتعمله انت. تعمل قوانين بيحفظ حقك، انه لما تكون مفتحين انتوا كشعب تقدر تبنوا وطن، والله بتبنوا وطن غصب عنهم. غصب عنهم، غصب عن حميدتي، غصب عن مني، غصب عن برهان، غصب عن حمدوك، غصب عن اي زول، لانه شعب واعي عارف حقه، ببني اتجاه السلام، بجي دار مجلس تشريعي ديمقراطي، تجيب مجلس تشريعي قدامنا، انتخابات بنسلوا ونشوف الناس ديل فيهم الزول اللي اشتغل حقيقه وبيستحق انه يكون رئيس الدوله ده، كل الناس بيجي يقول اسمع يا معلم ده صوتنا، لكن برضه حارسينك في اللفه. ده صوتنا، حارسينك في اللفه، شايفينك بتعمل شنو بعد ما تمسك صوتنا بتعمل شنو. تمام، قلت في مصالحه؟ تمام، نحن مع المصالحه. مصالحه ده مش بحفظ الوطن ما ينزلق؟ تمام، نحن مع المصالحه يحفظ الوطن ما ينزلق، لكن لو الوطن ده انت عملت مصالحه وينزلق، ولا الوطن ده مسكته ولقينا الكيزان هم الماسكين البلد، بعدك بنطلع عليك يا اخوي، ما زي ما طلعنا البشير بنطلعك انت، بنزربك زريب الشوك في الخرطوم ده، ما خلاص ده الرؤيه بتكشف لاي زول، بتكشف لاي زول، لو سواء كان الوطن ده مسكه مما الثوره ده المجيده ده، لو الوطن ده ها كلكم اللي عارفين الوطن ده الشيء المغلب وصلته ما يتغير، عشان حميد تبقى صادق اتجاه قضايا الشعب السوداني. الباب في ناس ما بينا الكلام ده ما داري اسمه، لكن برضه تسمعوا، عشان حميد تبقى صادق اتجاه قضايا الشعب السوداني، انه جرى اتجاه السلام، بنى اتجاه السلام، بنى اتجاه ناس البجت قتلوهم وحجرهم، معناته زول صادق على اتجاه السلام، جرى اتجاه السلام، السلام الليله نزل على ارض الواقع. طيب السلام ده بنزل حميد تي؟ لا لا. بنزله مني؟ لا 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 لا. بنزله منو؟ بنزل الدوله. بنزل الدوله. الدوله، انت عارف الدوله؟ لما يشكلوا دوله، يشكلوا دوله. ما افتلك كثير، انت عارف الدوله شنو؟ الدوله ده عنده ديمقراطيه، عنده مؤسسيه، عنده سير دبلوماسي، في شيء في الليله في شعب السودان طلع جل رئيس الوزراء جابوا ورقه بانه اثبت انه شيء في فقاغات في الوطن، بيسلموه بمشي بالمؤسسيه لغايه ما يصل، لغايه ما يهاجموا الزول، لو طلع ده مني ذاته، لو تقص بلقى نفسه شنو؟ بكره مستعل قدام الغداء، مستعل قدام الغداء وغداء هو حارسه لنا بالمناسبه، لانه ما حارسه براونا احنا معاه وقيلنا فيه، فهمت علي؟ الناس لازم يفهم الحقيقه ده، لكن نسحى اغاني حماسيه والجوطه ودق وشل ونحن ما بنخليكم نطلعكم، ده كله ما بنقدر، لازم نبني كيف نأمن، نسل ستوب باي ستوب، نسل لدوله. نسل لدوله معافى عديل، انت عارف مرض معافى من كل جروح القديم، من انه ده سلهو وده قتلوه وده عربي وده اسود، لا نسل لدوله معافى ده بيجي كيف؟ بالقانون. اللي انا محمد ده زول بيجي بكتب لي هنا يا اب، لو سجلت صفحته وجبت اسمه وشيت عملت بلاغ طق طق بتربوز لي بده ست شهور سجن، فهمت علي؟ بجد بده ست شهور سجن. زوج انا جيت اتنمرت على زول ساي بدوني 6 شهور سجن. القانون مسكني، القانون مسك لي لساني ذاته، لساني انا بلط بوضع مسك لي، اما كمان اسكت، اما كمان اقول كلام بنفع الشعب السوداني. ده لما نكون في قانون انا بعرفه تماما، لكن لما نكون ما في قانون ها، لو مسك حميدتي، لو مسك برهان، لو مسك ابو بكر، لو مسك محمد، انا ذاته بمسك بشوي يطرسوا علي بتهد، يدق لي امارات، يدق لي سعوديه، يدق لي غيره. والله يا معلم ما عندك حل غير تتعامل مع برهان، والله يا معلم ما عندك حل غير تتعامل ببرهان، ده اي حاجه يقوله انت ما عندك حل، تسكت بس تمشي لبرهان. دقسته والله يا بنتك بطياره من فوق، ولا بنتعمق دوليا، ما بنتعمق يا محمد. انا بدا اشوف البغاء لي، انا كيف انا اكون باغي ولا انا داير دوله؟ انا خلاص عشان اطلع من القطب ده اي بوافق للامارات، بوافق لغيره، لكن بلعب بجاي لبرهان لغايه ما اصل لقوانين، بعد دقيقه اقول للشعب السوداني في قوانين بحاسب برهان. والله يا برهان ده قبل كم زمن قال لي كم عملت الكلام ده بنقتلك وده تسجيله. بشوف الشعب السوداني برهان بلقى نفسه من الجيش، ما سجل الجيش غصب عنه بيسلموا برهان، انه في ديمقراطيه، انه في برلمان بيجي بيتكلم انه برهان ده مستدعي في برلمان ذاته، لازم تجي يا برهان. برهان بيجي ما عنده حل، بيجي انه في دوله، في اعلام نزيح فيه ده دوله، انا تفتش فيه ما فتش فيه. برهان مسك ابو بكر قام يا اخوانا، حريه سلام وعداله ده انتم مسكتوا غلط، حريه سلام وعداله مسكتوا غلط، وحتى على مستوى الميديا ممسكينكم قضايا غلط بجد، قضايا بتاع احفر لي واحفر لك يا اخوانا، ما احفر لي ولا احفر لك ولا ازعلك ولا ازعلني، انا اقول كلام يبسطك ويبسطني يا اخ،
انا ابني معك دوله يبسطك ويبسطني انا يا اخ، ابني دوله انت القوس، انت الاسلامي، انت الحزب الباسط العربي، انت الغيرك غيرك دوله. ده خاص بانك كنت يوم بتتسلق علينا تقول الناس ده كعبين، لكن الدوله البنوده انت لقيت نفسك بالقانون كده زول بزعلك، ما في لا في طروبره بزعلك، لا في جنجويد بزعلك بالقانون. لكن انت لو افخرت في حق الشعب السوداني ها، لو حققت في الشعب السوداني بيجيبوك والله بيسلموك شنو؟ طروبره كان مسكك، لو جنجويد مسكك، لو حميتي مسكك غيره بيجيبوك بالقانون. دارين سلطه ولا زيك يا شباب؟ دار فاهم الناس يعني، انا دار فاهم بجد والله. رسالت لي ناس معانا في الميديا كمان، رسالت لي ناس معانا في الميديا يعني، ما 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 جينا دارين نحفر لبعضنا يا جماعه، وما جينا دارين بس نعمل شو نسوي ليك. وانت قتلت في 2015 وقتلت في 16، والله بنعرف الجنجويد ده قتلوا كثير، بنعرف الطروبوره افخوا، بنعرف الجيش قتل، بنعرف الناس كلها قتلت. ده كله قضايا، قضايا كله لا انا بقدر بحله ولا انت بتقدر تحله، ولا انا لو اتكلمت فيه لغايه بكره، انا لو اتكلمت بكره بعد بكره بعد سنه اتكلمت انا محمد ده ها، بفتح المشاركات يا شباب، بفتح المشاركات. انا من ضمن الناس ما قاعد احب المشاركات، لكن بفتح المشاركات. لو اتكلمت في قضايا 100 سنه ملكت على الشعب السوداني، بملغ بهم بس للشعب السوداني، لكن ما بقدر بوصل للدوله، لانه ده عرف الكلام ده انه شارع السوداني ده داير يقتلني، الشارع السوداني ده داير يحاسبني. انا ما بخليه والله دوله يجي لو كسر رقبته ذاته والله، لو شفت الكيزان انت ما داير يجيبوا لك في مصالحه ده، لو بتبايع وما بتيت ما بخلوك الدوله ديمقراطيه يجي يصنع لك زي ما كان النظام السابق، بصنع لك الايق وبصنع لك غيره وغيره وغيره غيره وغيره. اقسم بالله هيجيبوك في نفس المكان ده، هذا يراجع في نفس المحل في نفس المحور. شباب انا بتمنى بجد، بتمنى من الشعب السوداني ها، بتمنى من الشعب السوداني اقبلوا بعض تمام، اقبلوا بعض بكل اعراقكم بكل جنسياتكم بكل شفت ما تملكونه من الشعب السوداني ده، من التنوع الارغ الجميل اللي ادانا لو ربنا ده.